لننقل هذه القضية بواسطة واحدة. رجل طالب يأتي من قوشان، لعل الذين ذهبوا إلى مشهد رأوا هذه المنطقة قرب مشهد. طالب يجي من قوشان إلى النجف قبل مدة للدراسة الدينية، يبقى في النجف مدة، فقير ما عنده شيء. طلاب العلوم الدينية أغلبهم يعيشون حياة الفقر. الفقير يعني من لا يملك مؤونة سنته، المؤونة التي تليق بحاله. طلاب العلوم الدينية الآن في قوم، في مشهد، في بقية النقاط، أغلبهم يعتبرون من فقراء المسلمين. السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه كان يقول أنا من فقراء المسلمين، هو السيد الحكيم، لأن ما كان عنده مؤونة السنة، المؤونة اللائقة بشأنه ما كان عنده، فيعيش حياة فقيرة، ولكن لله تحمل هذه الحياة. بعدين أخذ يبحث عن زوجه، يحتاج إلى زوجه. يوم من الأيام يأتي من النجف إلى كربلاء، بالطريق يشوف واحد يقول له هل تعرف امرأة صالحة أتزوجها؟ يقول نعم، أكو هنالك امرأة صالحة أعرفها. من هي هاي المرأة الصالحة؟ يقول أخت زوجتي، أنا متزوج امرأة أختها امرأة صالحة، إذا تحب تعال نخطبها. يقول أنا أجي، هذا الطالب القوشاني، ولكن اعلم أنه أنا فلس واحد ما عندي، فلس واحد ما عندي، هل يمكن إنجاز الزواج بهذا الوضع؟ يقول له نعم. يقول هسه تعال. يأتيان إلى أبو زوجة هذا الرجل، الرجل الواسطة، يقعد عنده نسيبة صهرة، يقول له أنه هذا الشخص يريد بنتك. يقول أنا ما عندي مانع، أنا أزوجه، ولكن المهر يجب أن يكون 22 روبية. إذا يجيب 22 روبية في ذاك الوقت ما يخالف، إذا يجيب أقل من ذلك أنا ما أقبل. هذا هو الشيخ، الروبية في ذلك الوقت جدا مبلغ عظيم كان في ذاك الوقت، قبل 40 عام 50 عام. من يجي فلس ما عنده، فكيف يأتي بالروبية؟ يطلعوا، يقول له أنه ليش جبتنا عد هذا؟ تدري أنه أنا ما عندي فلوس، أنا قلت لك أنا فلس واحد ما عندي. يقول في الواقع المعروف أن كل واحد من أصحاب الحسين صلوات الله عليه يقصد لحاجة، كما أن الأئمة صلوات الله عليهم كل واحد منهم يقصد لحاجة. الإمام الجواد يقصد لماذا؟ يقصد لأداء الدين. إذا واحد فقير مديون ما عنده فلوس يقصد الإمام الجواد، إذا واحد عنده مسجون يقصد الإمام الكاظم صلوات الله عليه، فكل واحد يقصد لحاجة. حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه هذا يقصد للزواج. كل واحد ما عنده زوجة الله سبحانه وتعالى لم ييسر له، إذا لجأ إلى حبيب بن مظاهر، شايفين قبره، رايحين اللي ذهبوا زاروا قبره، يقصد للزواج. هذا الطالب يجي إلى قبر حبيب، بعد انتهاء الزيارة يقول له يا حبيب اسمع، قالوا لي أنه أنت تنفع للزواج، وأنا فلس ما عندي، وأنا أريد 22 روبية، إذا تطيني بسرعة طيني، وإذا ما تطيني خل أروح للنجف على دراستي، لا تخليني معلق، إما إي وإما لا. يقول هذه الكلمات ويخرج. أهل البيت، أتباع أهل البيت، ما عندهم أحياء وأموات، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. يطلع، شوف، لاحظ هذا الارتباط، الارتباط الحقيقي والجواب. بمجرد ما يطلع من حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه يجي إلى السوق،
وإذا واحد يناديه فلان يتوقف، يجي ذلك الرجل يقول له: أنت فلان ابن فلان؟ يقول: نعم. يقول: هذه هدية مني إليك. من هذا الرجل؟ هذا ثري من أثرياء قوشان، جاي للزيارة وجايب هذه الأموال وأعطاها لهذا الرجل. هذا يأخذ الكيس، يفرح بسرعة، يروح إلى مكان حتى يحسب كم أكو في هذا الكيس. يحسب، يشوف في الكيس أكو 18 روبية. يقول: يا حبيب، أنا طلبت منك 22 روبية، و18 روبية ما تفيدني، فأنت ما قضيت حاجتي. في هذه الأثناء يجي ذاك الرجل الآخر، صهر ذلك الرجل، يجي يقول لها: شنو القضية؟ رحت إلى حبيب؟ يقول: نعم رحت، وفورا قضى حاجتي وهذه الأموال، لكن 18 روبية، مو 22 روبية. يقول: ما يخالف، هسه نروح نحاول لعله يقبل. يجون إلى ذلك الرجل يقولون: هذه 18 روبية مهر لبنتك، تقبل؟ يفكر قليل، يقول: ما يخالف، أنا أضع على هذه 18 4 روبيات حتى يصير 22 روبية بقدر مهر أختها الأولى اللي زوجت هذا الواسطة، حتى لا يكون المهر أقل وتنزعج البنت الثانية مثلا، ولو ما عد في الشرع هذه الأشياء. وأنا أكمل: وإنت متى ما تمكنت أعطني هذه الروبيات الأربع. يزوجه بنته ويعيشان حياة مليئة بالتقوى والنور ببركة توسل واحد بحبيب الذي هو شخص واحد من أصحاب الإمام الحسين صلوات الله عليه.